بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مشاهدينا، مساكم وطن عظيم، مساكم عيد بلادي، مساء منقوش في قلوبنا تقراه عيوننا، نور عيني البحرين بالذهب واللون الأحمر. اليوم تتزين بلادي، عروس الخليج تتزين دانة الدانات، ذهبية نقية مثل قلوب عيالها. في عيدنا الوطني تتجدد لنا قصة عشق، قصة وطن، قصة نموذج ومثال بتعيش لأجيال تحتذى به بمجد عتيد وحاضر متجدد. رجعنا لكم في حلقة اليوم، حلقة جديدة ليومين على التوالي من التغطية الخاصة بأعيادنا الوطنية المجيدة. راح نقدم لكم من خلالها أبرز ملامح احتفال مملكتنا الحبيبة بالعيد الوطني المجيد. البحرين اليوم تزينت ولبست اللون الأحمر، الكل فرحان، الكل يحتفل وسعيد بهذا اليوم اللي ننتظره كل عام، رافعين راية البحرين والولاء لتراب هذه المملكة العظيمة السامية. مساك الله بالخير عصام، كل عام وانت بخير. مساك الله بالنور والسرور وكل عام وانت بخير. كني شفت محاولات شعريه ولا يتروالي؟ امال امس اللي تاثرنا بحلقه امس محمد بن شخير عودوني شوي. فعلا هي الكل يعني ما نندش بس اجواء ديسمبر وحتى قبل ديسمبر بفتره، يعني خلاص المود يعني يروح حق اجواء الاحتفالات بمناسباتنا الوطنيه. الكل متحمس مشاهدينا طبعا وسعيد لان الافراح الوطنيه بتبتدي. ديرتنا جنه الجنات وزينه البلدان، ديرتنا هاله من الفرح ونبع من الاخلاص والصدق. بلادنا ما في بلاد مثلها تزين اكثر وتزهى في عيدها الوطني المجيد، وطبعا اكيد احياء لذكرى قيام الدوله البحرينيه في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة لعام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. ومن خلال طبعا هذه الفترة أود أن أرفع أسمى التهاني والتبركات لمقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. نقول كل بحريني كل عام وانت بخير وسلام وأمان. مشاهدينا من خلال هذه الفترة نحتفي معاكم بهذه المناسبة الغالية والمحببة إلى أنفسنا، بنسلط الضوء فيها على أفراح وإنجازات وكذلك إسهامات المملكة، وبننقل لكم طبعا الأجواء العامة والخاصة بالعيد الوطني. هيا وأيضا الاهتمام سواء الرسمي أو الأهلي طبعا وحتى الخاص بهذه المناسبة الوطنية، ولنا الشرف في ذلك. فاصلين وراجعين. حياكم الله مشاهدينا، وتزامنا مع احتفالات بلادي واحتفالات مملكة البحرين طبعا بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، أقامت جمعية هذه هي البحرين احتفالها بهذه المناسبة واللي تضمنت مجموعة من الفعاليات المتنوعة. خلونا نتعرف عليها في التقرير التالي. فعلا
فعاليات هذه البحرين كعادة هذه البحرين السنوية تحتفل بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني، واليوم احتفالنا برعاية سيدي جلالة الملك حفظه الله، ونقول له في هذه المناسبة كل عام وجلالتك بخير وصحة وسعادة وسلامة. وكما نهنئ سمو الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله، وكما نهنئ الأمير سلمان ولي العهد الأمين حفظهم الله جميعا، ونهنئ جميع الشعب البحريني. بالنسبة حق فعالياتنا هذه البحرين كعادتنا كل سنة في هذه البحرين نشارك جميع الأسر المنتجة من 4 محافظات، ونشارك المنظمات ونشارك المؤسسات والأندية النهارية التابعة حق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث أن هاي المعرض يكون فرصة حق أن هم يسوقون منتوجاتهم. والحمد لله يعني هم فرحانين، والعدد ما شاء الله ما شاء الله السنة اللي مشاركين معانا 177 أسرة، عشان شيء اضطرينا نخلي كل أسرتين على طاولة، لكن هما بعد روح المشاركة وروح أهل البحرين الطيبة يعني تخليهم أنهم يتشاركون ما شاء الله عليهم. اليوم والله يعني شنقولك أكبر احتفال وأحسن من مدة يمكن 20-30 سنة هذه احتفالنا، وبعد بينا عيد الوطني ما شاء الله تاريخ 16 و17 بعد ما شاء الله، وهني جلالة الملك بو سلمان إن شاء الله الله يعطي الصحة والبركات الله والكاس إن شاء الله اللي حصلوه من مدة 50 سنة، إن شاء الله كل سنة يدور الكاس إن شاء الله يأخذونهما. وهني سمو الشيخ رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان، وهني سلمان ولي العهد، وهني ناصر شيخ الشباب ما شاء الله أخو الشباب شيخ الشباب هو وأخو خالد وكل العائلة الحاكمة كلهم، ونهنيهم ونبارك لهم إن شاء الله أيامهم إن شاء الله سعيدة دائما إن شاء الله، مرفوع الرأس البحرين دائما عالية. والله هني جلالة الملك، والله يرجع الشيخ خليفة بالسلامة يا ربي، وهني كل الحكومة البحرينية، وهني البحرين كلهم بالعيد الوطني، وأنا مشاركة في الأسر المنتجة، أنا من دار المحرق لبر الوالدي. عودة لكم الجديد مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني المجيد، والله يجعل إن شاء الله أيامنا كلها فرح وسعادة وأمن وأمان في ظل حكومتنا الرشيدة، وكذلك في ظل سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. يعني البحرين اليوم أجواءها أجواء خير، المطر ما شاء الله من الصبح من البارحة عصام، ما شاء الله من البارحة وما وقف، الله يجعل إن شاء الله أمطار خير وبركة يا رب على مملكتنا الحبيبة. من أمس بدينا الاحتفالات، إحنا من زمان محتفلين، ولكن يعني على شاشة تلفزيون البحرين من أمس بدينا الاحتفال، وما زلنا مستمرين معاكم في تغطية يعني احتفالات مملكتنا الحبيبة. الكل فرحان، الكل سعيد، الكل يحتفل بطريقته الخاصة. نحب دائما نحن نشارك يعني الجميع أبناء البلد يعني مشاعرهم وأفراحهم تجاه هذا الوطن العظيم. والله حتى شقان الخليجيين يعني قاعدين تشاركون معنا مشاعر الفرح والانتماء والعزة وكأنهم بحرينيين. صحيح. يعني وهذا أنا أعتقد يعني شيء طبيعي. صحيح. مو مستغرب. وبعدين بمناسبة الأجواء فعلا هي يعني أنا أحس أن كل شيء في الدنيا قاعد يحتفل ويانا، فوز المنتخب، أعيادنا الوطنية، النوايا طيبة، النوايا طيبة، حكام ومحكومين، الله قاعد يعني يجبر خاطر البحرين لو تلاحظي في كل المجالات الإنجازات لله. هذه هي خير دليل على الكلام، لأن عصام إحنا دائما نقول إحنا يعني كشعب وأبناء هذا البلد يعني عندنا قناعة تامة بأن اللي يعمل بصمت دائما هو يشوف إنجازاتنا دائما تتكلم، وبنية طيبة الحمد لله رب العالمين. يمكن يعني مثل ما ذكرت يعني إنجاز تلو الإنجاز، فرح يجر الفرح،
والله دائما يا رب يعني الله يتمم علينا هذه الافراح ان شاء الله ويجعلها ان شاء الله يعني طول العمر يا رب. مشاهدينا قبل لا ننتقل للفقره التاليه احب اشكر رعاه هذه الفتره، احب اشكر مصممه الازياء نجوى بناني من محلات لالا العروسه على هذا اللبس الجميل، وشكر خاص لكافيه دوز، ونشكر كذلك عليا فلاورز على الورد اللي زينت في الاستوديو، وشكر خاص ايضا لمصمم الديكور محمد الخان اللي صمم لنا ديكور هذه التغطيه الخاصه، وايضا شكر خاص للا شوكولا على هالكيك. الكيك حلو يعني في بوانيش عليه بوانيش عود بوانيش صغير، وكذلك شكر خاص وتحيه لمجوهرات جوايو على طبعا اللي قدموا لي سواء في حلقة أمس وكذلك اليوم من مجوهرات. مشاهدينا بنطلع فاصل قصير وراجعين مع فرحة وطن وفرحة شعب بتاريخ 16 ديسمبر اللي دائما محفور في وجداننا. بختها فيك يا أغلى مليك، فيك يا أبو سلمان زايد نورها، ما لها في قدرها الغالي الشريك. دارنا البحرين تذهب العمار، تشهد الإنجاز في ليل ونهار، تنتصر في كل ميدان صعيب، في عهدكم يا مليك الانتصار.
البحرين يحبك وبجنون يا عظيمة بالقلوب وبالعيون انت اكبر من وطن انت حياة بك نكون دون وصلك ما نكون مشاهدين. أمس قرينا خبر أفلت صدورنا وزاد فرحتنا طبعا فرح فقد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية. وجاء في المرسوم بأنه يسقط طبعا ما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها على حوالي 530 نزيلا. طبعا هذا الخبر وهذا المرسوم طبعا ينم عن حكمة ملك وقائد وملك قلوب. ففي هذا اليوم أسعدنا وأسعد جميع البحرينيين. يمثل طبعا أكيد يعني العيد الوطني فرصة للاحتفال بجميع الإنجازات العظيمة وأيضا لتجديد العزم طبعا على مواصلتها وحماية المكتسبات التي تحققت من أجل هذا الوطن الذي لا يزال وسيبقى وطنا للتعايش والتسامح والمحبة والوفاء. لذا فإننا اليوم طبعا أكيد احنا بنتكلم عن السلطة التشريعية ومن خلال طبعا أكيد سعادة النائب عبد الله الدوسري. والحفاظ على المكتسبات طبعا هو يأتي في سياق كل طبعا ما يعني ينم من القيادة الرشيدة طبعا من قرارات وحكمة حقيقة وروح أبوية حانية. لذلك اليوم احنا نتشرف باستضافة النائب عبد الله الدوسري والحديث عن هذا الخبر الذي أثلج صدورنا العفو الخاص بمناسبة العيد الوطني عن طبعا عدد من المحكومين والنزلاء. كل عام وانت بخير سعادة النائب. وانت بخير. اهلا وسهلا فيك. حياك الله. خير ان شاء الله. طبعا في البداية نهنئ جلالة الملك حفظ الله ورعاه وولي عهده ورئيس الوزراء وسأل الله أن يرجع سالما قانما إلى الديار. اللهم آمين. مبارك لهم بالعيد الوطني المجيد وإلى جميع الشعب البحريني الوفي بهذه المناسبة الجميلة التي حقيقة يعني والحمد لله فضل الله هالمرة عشناها مبكرة. صحيح. من تاريخ 8 ديسمبر عندما فاز المنتخب البحريني ب أنا من غرب آسيا. إي نعم بالضبط. فالعيد أصبحت ديسمبر هالمرة دائما هو عيد وطنية ولكن هالمرة في يعني مثل مباركات كثيرة في مبادرات كثيرة فوز المنتخب اللي عيشنا الفرحة الوطنية مسبقا. صحيح. خليجي 24 بحريني بالإضافة إلى العيد الوطني والآن وطبعا من أمس صدر عفو عن جلالة الملك الله يحفظه عن المحكومين 269 وأيضا في العقوبة البديلة أيضا بعد في عفو ثاني أيضا إلى استبدال من عقوبة الجرم إلى العقوبة البديلة فهذه أشبه بالإعفاء أيضا. صحيح. فأنا أعتقد مثل هذه العفو الكريم من قائد حكيم في هذا التوقيت أتى متزامن ويا الأفراح الأوطان. صحيح. سوف يعني أثلت جميع الشعب البحريني صراحة صدوره وخاصة أهل المحكومين الذين يعني نوجه لهم أيضا التهنئة بهذه المبادرة الملكية. نعم. والعفو الملكي ونتمنى أن يكونون عون إلى أبنائهم. نعم. من أجل يكونون كفرد صالح في المجتمع. نعم. ومعطى في هذا الوطن. نعم. الغالي الذي أعطانا الكثير. نعم. سعادة النائب يعني دائما بلادي ولله الحمد يعني تسعى لتحقيق أو إعلاء شأن حقوق الإنسان في كثير من يعني الجوانب وتضع دائما يعني نصب عينها الجانب الإنساني في كل الأمور وإحنا ولله الحمد يعني أثبتنا للعالم بأن مملكة البحرين ولله الحمد تحترم الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. اليوم احنا يوم 16 ديسمبر يوم غالي على كل بحريني وبحرينية في مملكة البحرين. لو نتكلم يعني بشكل تفصيلي يعني ماذا يعني هذا اليوم لكل شخص؟ يمكن ذكرت نقطة جدا هامة بأن يعني لنا وقفات عديدة مرت علينا يمكن كثير من الإنجازات كثير من المحطات
كثير يمكن من لحظات السعادة والفرح اللي عشناها وعشناها مبكرا يعني في هذا الشهر. ماذا يعني 16 ديسمبر لكل بحريني وبحرينية؟ 16 ديسمبر يعني هذا يوم غالي على الجميع، على القيادة والشعب. العيد الوطني الذي يجسد روح الوطنية وروح التعايش في هذا الوطن المعطاة، في هذا الوطن الذي يتعايش فيه الجميع من جميع طوائفه وجميع دياناته. اليوم تطرقتي أختي الكريمة وتكلمت عن حقوق الإنسان، نحن في دار الكرامة، دور صون الكرامة. اليوم يعني جلالة الملك هو يعني إن صح التعبير يعني أطلق عليه ملك الإنسانية. يا ما صدر عنا عفو، ويا ما صدر عنا يعني إعفاءات كثيرة، وأيضا مبادرات كثيرة ومكرمات كثيرة، وهذا ليس بغريب صحيح على قائد حكيم. اليوم يكفينا شرف أن نحن نتكلم في هذا الاستديو المبارك في تلفزيون البحرين من خلال مشروع الإصلاحي. اليوم احنا كنا موظفين والآن أصبحنا أعضاء مجلس الشعب، فضلتم هذا الرجل ملك البلاد حفظ الله ورعاه، شاركنا في العمل الانتخابية ونشارك في القرار المشترك ما بين الجهاز التنفيذي، الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية من خلال إشراك الشعب. فاليوم أكبر دليل أن اليوم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قاعد يرسخ وقاعد يثبت للجميع بأنه ماشي على نهج صحيح، ونتمنى أن يعني أن نكون بإذن الله على قدر هذه المسؤولية ممثلين للشعب ولخير ما في هذا البلد إن شاء الله بإذن الله. السلطة التشريعية أو المجلس النيابي ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى رعاه الله، لذلك كيف أنت ترى يعني انسجام جلالته مع تطلعاتكم مع رؤاكم كسلطة تشريعية؟ طبعا هناك تعاون ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ونتمنى ونتطلع للمزيد من ذلك. اليوم جلالة الملك حفظ الله ورعاه يعني هو متابع شخصيا إلى هذه العملية. اليوم يكفينا احنا لما نتشرف بزيارة جلالته يتكلم معنا، ويعني نتفاجأ بأدق التفاصيل يتكلم فيها، عرفت شلون؟ فهو مهتم شخصيا بعملية شراكة الشعب في القرار. فاليوم هذا المشروع يعتبر مشروع رائد على مستوى الوطن العربي، ونحن يعني من أحد استفدنا من هذا المشروع كفائدة شخصية، طورنا من أنفسنا، دخلنا مثلا على سبيل المثال مجالس البلدية سابقا وهي تعتبر اللبنة الأولى للمشروع الإصلاحي، صحيح. شاركنا في معهد التنمية السياسية لدورات عديدة، صقلنا أنفسنا ثم شاركنا في المجالس البلدية، والمجالس البلدية أصقلتنا للمجلس النواب، هذا كله بفضل الله ثم سيدي جلالة الملك حفظه الله ورعاه. وهذا دليل ورسالة إلى الجميع أن اليوم الكفاءة التي تثبت نفسها والمجال مفتوح للجميع، لجميع الشعب، فمن أراد أن يركب هذه السفينة فقائدها سائر فيها، ونحن كلنا معه إن شاء الله. نحن كلنا معه. سعادة النائب يعني ذكرت يمكن جزئية جدا مهمة، يعني كنا موظفين وثم يعني بسبب المشاركة يعني البناء والفعالة يعني أصبحتوا يعني في موقع تشريعي، وإحنا ولله الحمد في مملكة البحرين يعني حظينا بكثير من الفرص لما شباب في مثلنا يعني ومثل جيلنا في مملكة البحرين يشارك في عمليات عديدة في الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، في جانب كثير من الأمور. اليوم شبابنا ولله الحمد يعني أثبت للجميع قدرته على تولي العديد من المسؤوليات، تولي ويعني احتلاء العديد من المناصب رغم أنهم شباب، يعني إلا أن شبابنا ولله الحمد يعني أثبتوا الكثير، قدموا يمكن عصام العديد من الإنجازات اللي نفتخر فيها، وصلوا كذلك إلى العالمية. في مثل هذا اليوم الوطني المجيد لما نستذكر مثل هذه الأمور هي فخر طبعا يعني على صدر وطني البحرين. خلنا نتكلم عن يعني أبرز إنجازات شبابنا أبناء البحرين بشكل عام. احنا بالنسبة لنا طبعا أول شيء تذكر شيخ الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه، وهو الذي قاد هذه السفينة. واليوم أثبت للجميع للعالم بأكمله بأنه فعلا قائد للشباب، وأن الشباب هو عمود الوطن. صحيح. اليوم الإنجازات التي تحققت في عام الذهب الذي أطلق اسمه سمو الشيخ ناصر الله يحفظه يعني أوفى في وعده. صحيح. فاليوم لما يكون هناك قائد أساسا من الشباب وهو شاب، فأكيد يعني إحنا نتفاءل خير والشباب فيهم كل خير،
خصوصا يعني اليوم احدى وصايا محمد صلى الله عليه وسلم نستغل شبابك قبل هرمك، فهذا هو اليوم الاستثمار الحقيقي في المواطن نفسه الا وهو الشباب يعني. نعم، انا اشكر لك تواجدك معنا سعاده النائب عبد الله الدوسري، كل الشكر لك وكل عام وانت بخير، والله ان شاء الله يجعل ايامنا كلها فرح وسعاده يا رب العالمين. الله يجزيك خير. كفيت وفيت سعاده. انا اشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافه وتلفزيون البحرين، ونكرر ايضا تهنئتنا الى القياده الحكيمه بهذه المناسبه العطره، ونكرر تهنئتنا الى اهالي المحكومين، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم ان شاء الله. اللهم امين. شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا، فعاليات كثيرة منتشرة في أنحاء بلادي، مملكة البحرين تحتفل ونحتفي كذلك بالعيد الوطني المجيد وأعيادنا الوطنية. ساحل البديع أقيم في مهرجان نور العين، خلونا نتابع نور العين. سعادة النائب السادس، خلونا نشوف هذه الفعالية ونرجع لكم نكمل باقي فقراتنا. ضمن احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد، أقامت المحافظة الشمالية والدائرة الثالثة بالتحديد مهرجانا وطنيا بعنوان بحرين نور العين، واللي اشتمل على فعاليات ترفيهية وتراثية وعروض للأطفال ومشاركات واسعة للأسر المنتجة. نادي لك وغني لك بلحن الشوق بحريني، تبين عيني لك عيوني ويا الزينة ذكريني. نادي لك وغني لك بلحن الشوق بحريني، تبين عيني لك عيوني ويا الزينة ذكريني. وشوفك نوم في العالي ولا مرة انطفى نورك، انا من خلق
البحرين غلط ايامي وسنيني خبر مشلش على عودك نغم بالحب يرويني تفنن في هوى البحرين غلط ايامي وسنيني نعم انحب انحب هوى الديرة بلد قلبي وبلد عيني ولو هي كانت صغيرة عن الدنيا تكفيني يا البحرين يا البحرين اللي بسمك احتفال بالعيد الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم تنظم محافظة العاصمة وأمانة العاصمة احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية ويأتي هذا الاحتفال للعام الثامن على التوالي. بنعرف أكثر عن تفاصيل هذه الفعالية من خلال السيد حسن عبد الله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة. مساء الخير. مساكم الله بالخير ومرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام وشكرا جزيلا لصدقكم. واجب الله يسلمك وشكر لك. بداية ما الذي يميز الاحتفال هذا العام؟ أولا بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر وإلى شعب البحرين الوفي. طبعا أقيم حفل محافظة العاصمة السنوي بمناسبة العيد الوطني وعيد جلوس جلالة الملك في ضاحية السيف واتر جاردن سيتي حيث الواجهة البحرية الجميلة ومن أهم الفقرات التي اجتذبت الجمهور الألعاب النارية وسوق رواد الأعمال والتي ضمت 60 محلا ولقيت إقبالا كبيرا كما هو معهود طبعا كل عام. جميل. بالإضافة إلى الفريق الجنائي الوطني وعروض الفرقة الشعبية وعروض فرقة الشرطة وقرية الألعاب والتي امتدت هذا العام على مساحة كبيرة من الأرض وضمت المفاجآت سحوبات كثيرة على مجموعة من الهدايا ومن ضمنها طبعا السحب على الجائزة الكبرى وهي سيارة مقدمة من الاستثمارات الزيان. نعم. وأطمئنكم أنه رغم الأجواء الماطرة إلا أن حفلنا شهد حضورا كبيرا وأن طبعا. الجمهور تفاعل مع كل فقرات وبرامج صحيح. هذا الحفل أصلا المطر الساذ بيكون دافع للناس أن هي تطلع صحيح والله نعم صحيح هذا الكلام نعم وطبعا راح احتفالنا يستمر على مدى نعم. 3 أيام نعم من 15 إلى 17 وأنا هنا أدعو الجمهور الكريم للحضور لموقع الاحتفال والاستمتاع نعم. بفقرات وبرامج الحفل نعم, نعم. السيد حسن عبد الله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا مستمرين معاكم في التغطية الخاصة بمناسبة العيد الوطني المجيد والأفراح الوطنية الغامرة اللي تعيشها مملكتنا الحبيبة. الكل اليوم يهني ويبارك بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين 48. كل صغير وكبير يهني بكل حب ووفاء لبحريننا الغالية. أيضا أخوانا وخواتنا من ذوي الصمت حبوا يهنون ويباركون ولكن بطريقتهم الخاصة لتلامس جميع المشاعر والقلوب النابضة بحب الوطن. خلونا نشوف تهانيهم وراجعين معكم.
البحرين، النور، العين. أنا أحب البحرين. البحرين أرض الطيبة والمحبة. أنا أحب ملكنا حمد. حياكم الله من جديد مشاهدينا، تحية حب، تحية تقدير لأبنائنا من الصول. بكم كل الشكر لكم على هذه المشاعر وإن كانت بلغة الإشارة ولكنها وصلت إلى القلب. نعم أصلاً. وهذه الفئة مهمة وهي موجودة وحاضرة عبر كل تفاصيلنا. صحيح. هي طبعاً تأكيد. ونشكر الزميلة سوسن درويش، أنت قلتي لي إن هي اللي سوت. صحيح. يعني شكراً على هذا العمل الجميل. والله هي كانت تمدح تحت الهواء وتأثرت لدرجة أنها حتى تقول حق الأخوان والأخوات في الكنترول ما قاعدة أقرأ الكلام، قولوا لي شنو الكلام اللي مكتوب لهالدرجة. يعني أعطيهم العافية. يعني حتى عبير لسوم يعني قامت ب يعني تدريبهم ووجودها معاهم علشان فقط أنه يعني هذه فرصة لننقل كل المشاعر، ننقل كل الأحاسيس من أبناء بلدنا من كل الفئات، لأن هذا اليوم الكل يبي يعبر، الكل يبي يتكلم، الكل يبي يقول ويعني وينقل شعوره في مكنونة داخل عن هذا البلد العظيم بأي لغة، لغة الإشارة، لغة الابتسامة، لغة الطيبة، ولغات عديدة. نعم، يعني هم موجودين ويشاركون يعني البناء والتنمية والتطوير، وإذا هم من الطبيعي أن يكونوا موجودين معنا. صحيح. فشكرا للقائمين على هذا العمل، شكرا لكل من أتاح لهم فرصة المشاركة. مشاهدينا، تتمتع البحرين بتاريخ عميق استطاعت من خلاله أن تلفت الأنظار لموقعها الجغرافي والحضارات التي تشكلت وعاشت على أرضها الطيبة. هذه البحرين سباقة في رسم تأثيرها. نعم. وأثرها على الصعيد التجاري والثقافي والتاريخي. واليوم سوف نتطرق لهذا الإرث العظيم، الإرث التاريخي
الذي وثقه أجدادنا والذي نعتز به كثيرا لما يحوي من مواقف وإنجازات وتطلعات سباقة لنعيش الآن عصرنا الذهبي الغني بالإنجازات والنجاحات في ظل قيادتنا الرشيدة. إضاءة جديدة في هذا المجال يحملها لنا ضيفنا في الاستوديو الدكتور منصور سرحان. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك دكتور. كل عام وانت بخير. كل سنه وانت طيب. الله يخليك. وانت طيب. لما نقول البحرين تاريخ، نعم، فاذا تاريخها عظيم وعميق ممتد على مدى اعوام عديده. الى اي مدى مهم ان يتم توثيق ارثنا التاريخي اللي كلنا نفتخر فيه، نعم، اليوم في اصدار تاريخي؟ يعني هو طبعا بالنسبه الى تاريخ البحرين، نعم، مهم جدا، ليس على مستوى طبعا البلد احنا او على منطقه الخليج، ولا على المستوى العالمي بكامله، نعم، لان عندما تنظر الى الحضارات القديمه، الحضارات القديمه متى تكونت؟ كالحضاره الفرعونيه وحضاره وادي الرافدين ووادي السند، تكونت منذ 5000 سنه، نعم، وحضاره دلمون على البحرين تكونت ايضا منذ 5000 سنه، نعم، وكانت حضاره دلمون هي عباره عن المكان اللي يجمع بين الحضارتين المشهورتين، حضارة ميزوبوتاميا اللي هو وادي الرافدين في العراق وحضارة وادي السند في الهند. نعم. فالسفن التجارية عندما تمخر من العراق متجهة إلى الهند ترسو أيضا في موانئ دلمون أولا اللي هو، نعم، في البحرين. نعم. وكذلك العكس بالنسبة إلى وادي السند. لهذا أصبحت العلاقات وثيقة جدا بين الحضارات الثلاثة، لأنها حضارة تعتبر حضارات متقاربة تماما يعني. نعم. في كثير من الأمور يعني حدثت بالنسبة إلى العمل الحضاري. دلمون كانت المكان المقدس، وكانت تعتبر يعني الأرض الطاهرة، نعم، في نفس الوقت أرض الخلود، يعني من أراد أن يعني يكون يعني خالدا في حياته فليأتي. لهذا حتى القبور، إلى القبور المقببة الموجودة مثلا في جهة مدينة حمد وفي عالي، نعم، هذه كانوا يدفنون فيها الأشراف الكبار، لأن يعتبرونهم أنهم بيرجعون مباشرة أو بيكونوا مخلدين في هذا الجانب. لهذا حتى كبار القوم في الحضارة الآشورية، نعم، والسومرية بدأوا يرسلون أيضا موتاهم ويدفنونهم في في البحرين باعتبار أنه طبعا يعني هذه أرض الخلود. نعم. هذا طبعا بالنسبة للبحرين. في الإغريق عندما عرفوا عن موقع البحرين فغيروا الاسم هم، نعم، وأطلقوا على البحرين ككل من المنامة إلى الجنوب تايلوس. ثم أطلقوا على جزيرة المحرق بكاملها أرادوس. نعم. فاستمر الوضع هكذا إلى أن ما قبل الجاهلية. في ما قبل الجاهلية وقبل يعني وما بعدها، بعد الجاهلية طبعا أو قريب من مجيء الإسلام، نعم، إلى البحرين، كان المجتمع البحريني أيضا يعيش حضارة متألقة، لأن في هذه الحضارة قبل الإسلام كان يوجد على أرض البحرين اليهودي والمسيحي والمجوسي وعبدة الأصنام والأوثان إلى غير ذلك، ولكنهم يعيشون في وئام تماما، يعني قيم التسامح كانت موجودة في الأصل في، نعم، الشعب البحريني. فعندما جاء الإسلام طبعا طهر القلوب هذه وجمعهم على دين واحد، نعم، حتى أن لدرجة أن حاكم البحرين في تلك الفترة، نعم، المنذر بن ساوى التميمي، نعم، عندما وصلته رسالة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان يحكم شعب متحضر، صحيح، جمع الجميع، هاي الأطياف، المسيحيين، اليهود، المجوس، عبدة الأصنام، وقال لهم والله أنا عندي رسالة وصلتني من، صحيح، من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدعوكم إلى الإسلام، ماذا ترون؟ فكانت الأغلبية الساحقة وافقت على الدخول في الإسلام دون تلبية مباشرة، كانت مباشرة، نعم. هذا دليل على أن الشعب البحريني، صحيح، شعب متحضر من القديم، صحيح. لهذا هذه الحضارة سرت عندنا يعني. ف لو احنا بناخذ مثلا تاريخ البحرين الحديث،
ناخذ مثلا الفتره فتره الشيخ عيسى بن علي مثلا من عام 1869 نعم الى عام 1932. الشيخ عيسى بن علي عمل على ان تكون الدوله لها كياناتها. فكان اسس التعليم في زمن سنة 1919. نعم. دكتور بما أن التعليم هو حجر زاوية يعني في أي نهضة تنشدها الأوطان، خلنا نركز عن يعني أو على أهم المحطات التاريخية اللي شهدها قطاع التعليم في البحرين، أبرزها دكتور. هذا أبرزها من هذا يعني التعليم. الشيء الثاني الشرطة. نعم. وحتى في أتصور في عام 1935 كون فرقة يسمونها الهجن اللي هم هجانة. الهجانة اللي يروحون على الجمال. نعم. على السواحل يعني. نعم. وفي عام أيضا 1935 نشيد البحرين الوطني الآن الحالي. نعم. في زمن الشيخ عيسى بن علي سنة 1935 تم تعديله في سنة 2002 عندما تحولت البحرين إلى مملكة. في 1884 أسس أول مكتب بريد في البحرين. نعم. لهذا تشوف في عهد الشيخ عيسى بن علي هناك نوع من الطفرة. يجي إلى ابنه يعني الشيخ حمد بن عيسى بن علي اللي كانت الاقتصاد البحريني يعتمد على الغوص. نعم. في الشيخ حمد هو تولى الحكم سنة 1932 إلى 1942. نعم. ويعني البحرين حظيت بهذا الحاكم وكان قدمه خير لأن تفجرت ينابيع النفط في البحرين وكانت أول دولة خليجية طبعا يكتشف فيها النفط. نعم. لهذا صارت البحرين يعني ينظر إليها بنظرة أخرى على أساس أنها دولة متقدمة في تلك الفترة اقتصاديا. نعم. على معظم المنطقة. نعم. لهذا في عهد الشيخ حمد نلاحظ هناك نوع من التطورات حدثت. نعم. يعني خذ على سبيل المثال أول سينما في البحرين. نعم. كان سنة 1938. أيضا أول جريدة صدرت في البحرين. نعم. سنة 1939 وهي جريدة البحرين. صحيح. وهكذا في عهد الشيخ. نعم. حمد بدأت يعني. نعم. انتشار يعني دكتور يعني يمكن وصفت لنا التاريخ. نعم. نفتخر أن احنا البحرينيين ننتمي لهذه الحضارة. لما يسألون عن البحرين يكفي أن احنا نقول لهم البحرين تاريخ. نعم. تاريخها مشرف، تاريخها واضح ومعروف عنها للقاصي والداني. أنا أشكر لك وجودك معنا دكتور منصور، كل الشكر لك على تواجدك معنا، وكل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة، والله يديم إن شاء الله أعيادنا يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. لك مشاهدينا مستمرين معاكم علشان نعبر عن حبنا وفرحنا بهذا اليوم اللي تاريخا حفر في قلب كل بحريني وبحرينية. فقرات تغطيتنا ما زالت مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
عودة لكم من جديد مشاهدينا. وطول ما أنا قاعدة والله أنا قلبي على فستاني. أمس كب علينا الكوفي. تبي واحد ثاني؟ أمس عين مو قضية تعرف عين من؟ عين اللي بالكنترول اليوم قرينا المعوذات أمورنا طيبة الحمد لله مشت. تجيب لنا بعد؟ كوفي ثاني؟ أنا لحم أخلص بس ما علي يبي لأنه صار بارد. أذرون فيز حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معاكم في تغطيتنا بمناسبة اليوم الوطني المجيد اللي صادف 16 من ديسمبر. يوم مميز، يوم جميل نحتفل فيه كلنا صغير وكبير في مملكة البحرين. يعني مثل ما قلنا يمكن عصام هي فرصة نحن دائما نستذكر أهم المحطات في بلاد مملكة البحرين، لما نتكلم عن أهم الإنجازات أهم القطاعات في المملكة فهذه أكيد شيء يشرف المملكة. دائما نحن نسلط الضوء وين كنا وين صرنا، وإن شاء الله دائما نحن نمشي في خطى ثابتة وفي العالية. اللهم آمين. وزارة الداخلية كان عندها إنجاز عالمي، إنجاز تستفيع عن برنامج معانا أعتقد. صحيح. شيء مشرف. أكيد. اليوم إحنا أيضا بناخذ لمحة عن القطاع الصحي اللي تميز يعني في مملكة البحرين بالاحترافية، سواء من ناحية الكوادر الصحية البحرينية المميزة أو الخدمات الصحية اللي يتم تقديمها بالقطاع الصحي في البحرين، واللي شهد يعني تطور ملحوظ ومميز بنتعرف عليه أكثر في سياق التقرير التالي. تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في المجال الصحي نظراً لما حققته من إنجازات مشهودة، وقد حظيت الرعاية الصحية اهتماماً بالغاً ضمن أولوياتها لبرامج الحكومة التنموية. مشروع النظام الوطني للمعلومات والذي يعد نظاما صحيا شامل استطاع أن يقدم خدمة صحية مميزة لكل المواطنين، وإنشاء المجلس الأعلى للصحة تعد من أهم الإنجازات الصحية التي استطاعت البحرين أن تحققها، بالإضافة إلى اهتمام البحرين بالرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية وتهيئة الطاقم الصحي بشكل احترافي، سعيا وراء تقديم أفضل سبل الرعاية للمواطنين. البحرين تسعى دائما ومن خلال الاهتمام بالقطاع الصحي أن تضع الاستثمار في العنصر البشري نصب عينها، فبالصحة تبني الأوطان. عودة لكم من جديد مشاهدينا. الأغاني الوطنية أكيد من أبرز مظاهر الاحتفال والتعبير بالحب لهذا الوطن الكبير والغالي. في مملكة البحرين تميزت أصوات كثيرة وأسماء عديدة، يعني تخلدت أغانيها من سنوات طويلة ولازلنا نرددها، بأن يعني الجيل الحالي يمكن صار يجددها ويعيد غنائها، يعني مما يدل أكيد على يعني اعتزازه بالكلمات الجميلة وكذلك بالأغاني اللي تعودنا عليها ودائماً احنا بيننا بين بعض نغنيها في مناسباتنا العزيزة. معنا اليوم في الاستوديو شاب بحريني أثبت وجوده في الغناء الوطني والعاطفي، ومعه اليوم راح نسمع وراح يغني عن وطننا الغالي، معي الفنان البحريني محمود قنبر. مساء الخير. مساء النور يا هلا. شلونك محمود؟ كل عام وانت بخير. يعطيك العافيه استاذ عصام اليوم مشكور. شرفت الله يسلمك. شرفتنا. الشرف لي، واكيد بدايه اقدم تحياتي وتبريكاتي
القيادة الرشيدة وشعب البحرين الكريم كلهم على العيد الوطني المجيد. نعم. وأكيد مبارك لهم بعد مرة ثانية على كأس الخليج ما ننسى. نعم. القبض ذي هذا الشيء ما ننسى. وغرب آسيا. وغرب آسيا إن شاء الله بنروح إن شاء الله كأس العالم. إن شاء الله بطولة العالم. إن شاء الله يا رب. بالعكس قدها قدها البحرين. لا قدها. نعم. أبو حمد دام قال كلمته الشيخ ناصر بالحمد والشيخ ناصر. نعم. قدها وقدور أكيد كلنا معاهم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يعني محمود تميز في الأغاني طبعا الوطنية شنو تعني لك شنو تمثل لك الأغاني الوطنية؟ طبعاً أنا بالنسبة لي الأغنية الوطنية نعم يعني أسويها فريضة سنوية. الأغنية الوطنية هذه واجب وطني أنا كل سنة أقدم. نعم. سواء قدمت أغنية وطنية مكررة مثلاً خليلها من قبل وجدد أو أني أشتغل على أغنية وطنية. نعم. ومن قبل اشتغلت على 3 أو 4 أغاني وطنية وشاركت بعد برا على البحرين بالأغاني الوطنية يعني والحمد لله رب العالمين. لكن الأغنية الوطنية شيء أنا بالنسبة لي شيء واجب لازم أسويه كل سنة. وأحاول أن أقدم أفضل ما عندي حق وطني البحرين. نعم. نعم. أنت كفنان كمطرب وكإنسان أيضا شو تحتفل بالعيد الوطني؟ هذه فرحة. إحنا ننتظر سنة كنا العيد الوطني عندي أنا بالنسبة لي أنا وأهلي كنا عيد الفطر عيد الأضحى ننتظر هذه الفرحة تي سنة ننتظرها سنة عشان نحتفل نطلع نحتفل. الوالد ما شاء الله عليه من صغراتنا يقول لنا احتفلوا بالعيد الوطني كانوا يطلعنا نروح الألعاب النارية. نعم. وكنا نطلع صحيح. الكرنفال اللي كانوا يسوون سيارات عماية عيسى فكنا نستانس وكان شكلنا شيء وايد حلو ما شاء الله ننتظر شيء سنة كاملة لحقت عليها محمود الحمد لله يعني أنا صغير أنا بعد أذكر مشكور عصام مشكور عسى الله ما قالك مشكور أستاذ ما قصر الله يحفظك والله كان الصج والله أيام حلوة أيام حلوة أيام الكرنفال أيام الكرنفال إيه لأنه أسست سياراتهم وذي وكنا بعد نفس الشيء في البيت عندنا السيارات الصغيرة كنا زينها نقول حق أبوي بعد بنروح نشارك فيها في المهرجان ونروح البر بعد ونفطر في البر هذه حلوة أيوة حلوة هذه هي البحرين هذه الوقت وقتنا في لشتة أي والله نعم صحيح كثر من ذي حق الصوت قهوة لا صوت زين حتى أخبر أستاذ عصام يعني بعد أنا يعني قصة يعني طبعا أوجه تحية حق الفنان أحمد الهرمي بمناسبة الموسيقى إحنا كنا في مدرسة بالرشد وكنا اثنين فقط اللي نعزف ولأنه هو كان مميز ما شاء الله أكثر مني فكان المايك يخلون على الجهاز ماله ما شاء الله أنا أنت عزف فنان في الهد أخذ حرتي منه وجه له تحية إن شاء الله إذا كان لك يعني أنت تعزف والله 20 سنة ما شاء الله ما قط يعني قلت لنا في يوم رحت أصلي وكنت أدندن فأقسمت بالله إنه خلاص ما بتعيدها الأورج عندك الأورج موجود ترى في السيارة موجود هذا نوحقة بعدين إيه بعد شوي إيه بعد شوي نبي نسمع إيش عندك والله كل خير يلا الهن مايك بس كان لكم يعني إيه قول تبين عيني أو أحلى غنية يلا تبين عيني لك عيوني أنا وكل لما أملك فداء أرضك يا شوق اللي إذا بعد يناديني يتبن عيني لك عيوني أنا وكل لما أملك فداء أرضك يا شوق اللي إذا بعد يناديني يقول انت عزيز الراس واهلك من اعز الناس يقول انت عزيز الراس واهلك من اعز الناس يقول انت بحريني يقول انت بحريني الله عليك البحريني الله عليك يعطيك العافية عافيك استاذ خليك يعني لما قلت نغني تبين عيني قلت لك أحلى أغنية ليش من يوم ما إحنا صغيرة يعني هذه الأغاني راسخة في قلوبنا حافظينها كلنا نغنيها كلنا نعرفها ويمكن الحين مثل ما ذكرنا في البداية يعني جيلنا الجديد قام حتى يجدد الأغاني يمكن بطريقة بأسلوب يعني مختلف ولكن بنفس الكلمات ونفس الألحان محمود شنو الأغاني اللي الوطنية اللي ظلت يعني راسخة عندك من يوم ما كنت صغير ترددها لين ما كبرت؟ طبعا في كثير من الأغاني الوطنية يعني خصوصا الفترة اللي راحت
كرة الأغنية الوطنية تمثل القلب. يعني مثلا أول ما ينزلوا الأغنية الوطنية كنا نسمع مثلا الأستاذ أبو محمد أحمد الهرمي مثلا كان ينزل أغنية، ومثلا الله يرحمه الأستاذ علي بحر الله يرحمه، فكانوا ينزلون أغاني يعني ترسخ في القلب. بس تبين عيني هذه يعني يعني أظن هذه أغنية يعني بتتم سنين طويلة حق البحرين، يعني خلاص خالد هذه الأغنية بتصير يعني في البحرين. صحيح. فبس الحين هالفترة اللي صارت الأغنية الوطنية يعني كثيرة كثير من صاروا يشاركون، الفرحة صارت أكثر، فصار الاختيار بين الأغاني يعني صحيح. ما أعرف شلون أفسرها لكم، بس يعني التوجه صار مختلف. يعني اللي يبي مثلا بستان الدازة بتسمع بستان الدازة، قبل الله كانت الأغنية ما أعرف شلون كان فيها نوع اللي شيء يدش في القلب على طول. يمكن يعني الكلام البحريني عصام، يعني انا احس انه لان بتي يعني تعبر عن اللي داخلك عن بلادك، او تبي تقدم اي شيء يعني حق بلادك، يمكن صعب تقول. اعتقد ان تبي العين يمكن هي يعني ابلغ وصف، ان لان العين غاليه. بالضبط. يعني اعتقد ان هذه يمكن كان التفسير الوحيد، ان أقصى ما عند الإنسان أغلى ما عنده جوهرتين العين. صحيح. فأنت تأخذ عيونك وتعطيها، تبين عيني لا تعيوني شاعرة يلا تكتب عن يلا بس التعاون شو اسمه هي بالله صارت شاعرة. الأستاذ عصام بيبي يعزف لنا أورج إن شاء الله، وأنا بغني وأنا أكتب، أبو محمد ما يقصر بعد بالأحنا صار بادي خلاص بس شعرك موجود فرقة عرفت. خليك أستاذ شو رأيك نسمع شيء؟ نسمع شو اللي تورع نسمع؟ يعني شيء راجع لك يعني. ايه نقول نعم يا نور عيوني، نعم يا احلى ايامي، نعم يا عمري الغالي، امي وابوي عيالي، يا اغلى وطن في الدنيا يا بحرين. نعم يا نور عيوني، نعم يا أحلى أيامي، نعم يا عمري الغالي، أمي وأبوي عيالي، يا أغلى وطن في الدنيا يا بحرين. الله يعني هذا بعد هاي من الأغاني الحلوة. تشوف الأغاني الوطنية عادة ما تتسم بالخلود، تعيش ما تموت. صحيح. لكن أنا اليوم يعني بعد حابة أستغل وجودك وأسأل، شنو اللي يخلي الأغنية، بما أن احنا نتكلم عن الأغنية الراقية الجميلة المؤثرة بشكل إيجابي في وجدان الإنسان، شنو اللي يخليها تعيش؟ هي الكلمة. الكلمة. الكلمة تأثر. نعم. يعني مثل ما تفضلت أستاذة هي. نعم. ساعة قالت بين عيني لا تشعيوني، هذه الكلمة ترى تأثر كثير. هي تخصص لنا في الأغنية. إيه ما شاء الله عليها. أنا؟ إيه. أنا ما أعرف اللي أقدر أقوله. واللي أقدر أقوله. الكلمة تأثر. وثاني شيء تعرفون الأغنية هي هاجيس، يعني الشاعر بيقول كلمة والملحن بيلحن الكلام. صحيح. فشلون فهذه الشيئين يشيلون بعضهم بعض، والفنان شلون بيوصل الرسالة الشاعر والملحن حق المستمع أو حق اللي بيسمع الأغنية. هني هاي التأثير اللي يكون إذا صحيح. الكلمة طالعة من القلب صحيح. بتوصل على طول في القلب. يعني هي أعتقد مثل ما ذكرت هي عناصر، كل واحد يكمل الثاني. بالضبط هاي الأقصى. بس في سؤال يعني أخوي محمود، بالأمس إحنا استضفنا الشاعر محمد بن شخير وشاعر وتكلمنا عن هذا الجانب، اليوم أنت تغني، فيعني من اللي يعطي قوة أكثر للأغنية الوطنية؟ هل هو اللحن أو الكلمات أو الأداء؟ من اللي يعطي قوة وبقاء ورسوخ وخلود يمكن للأغاني مثلاً؟ والله هذه ثلاثة أشياء ذيلا مترابطين مع بعض. وحين بعد التوزيع بعد صار شيء وايد مهم. يعني الموزع اللي بيعزف اللي هو أستاذ عصام قصدي. هذا شيء. وزع الأمور. خلاص إيه دام يعزف أورج يعني موزع. وأنا اللي كتبت الكلمة. الكاتبة والعازف. بس أنا ما أكتب نوتة. عادي تتعلم. لا لا سماع يعني اللي تعلمناه في المدرسه يعني. فهذا الشيء اللي يرسخ ان شاء الله اللي هو الكلمه ثم اللحن ثم التوزيع ثم المغني اللي بيغني له اثر كبير. اذا شلون بيغني الاغنيه من قلبه ولا بس يلا حي يلا بس بيطق الاغنيه وبيمشي. صحيح. يعني خصوصا الاغنيه الوطنيه لازم انت تدقق في كل كلمه تقولها قبل لا تنطقها، لازم تقولها صحيح تطلعها من قلبك يعني على الاقل. صحيح.
فكذي. محمود، شو رايك في الحين يمكن الطريق الجديد، احنا نشوف الاغاني القديمه صارت تتجدد باسلوب مختلف، وكذلك حتى يمكن نشوف التوزيع مثل ما قلت. نعم. يمكن طريقه حتى تصوير الاغنيه فيها يمكن روح شبابيه، يعني هل هذا الشيء ممكن انه يعني يحافظ على بريق وجوده الاغاني القديمه اللي احنا تعودنا عليها؟ والله الاغاني القديمه كنا متعودين يطلعون عن عذاري ويطلعون المطار، شارع المطار ذي، بس الحين خلاص تغير الوضع، انه صار مثلا الممر الضوئي في بلد الجنوبيه يعطيهم العافيه، سووا يعني شيء جدا جميل ان الواحد يروح يصور ويقدر يصور. وانا صورت فيديو كليب من يومين تقريبا في اغنيه سويتها، طبعا كانت فكره ايمان اختي، وشباب ما قصروا يعطيهم الف عافيه، خالد وعلي، وكان التوزيع اللي هو الموزع محمد علي. نعم. اوجه له الف تحيه يعطي العافيه، كان سهران معي للساعه 6 الفجر يعني اول امس، ما شاء الله عليه قواه الله، واخوي المصور محمد بعد هم بعد ما قصر، يعني هالتيم اشتغلنا حق فرحه البحرين، والله يعني ولا واحد من الجماعه يعني امانه اذكرهم بالخير، قالوا دام الشيء وطني احنا ما بناخذ زيرو زيرو بجت يعني مشتغلين معه. يعطيهم العافيه على ذا الشيء صراحه، وهذه شيء يذكر يعني لهم. فيعني هذا الشباب وجوله الاماكن اللي صارت موجوده الحين عندنا ووتر جاردن محافظه العاصمه، في الجنوبيه عندنا، فالكل صار يقدر يصور. صار المكان، صارت البحرين مفتوحه حق الكل يقدر يصور وياخذ راحته في التصوير. الفتره الاخيره قمنا نشوف اغاني قديمه حديثه بروح جديده، والكل متفاعل معاها بشكل ايجابي والكل حبها. انت مع ذي التوجه؟ انا هالفتره اتجهت حق ذي الشيء. فسويت اربع اغاني يديتهم بس دمجتهم مع بعض. ان يصير الاغنيه تبتدي اهم الفقرات في الاغنيه خذيتها. وخليت محمد يعطي العافيه يوزع لي اياهم. محمد علي. ونعم. ونعم بحوالك. وزعهم ما شاء الله عليه، وطلعت شيء، طلع شيء جميل يعني انه انت تجدد وثم شو تسوي، يعني تاخذ الاغاني الوطنيه المشهوره وايد وتدخلهم مع بعضهم بعض، مثل تبي العيني، نعم يا نور عيون، هذه الاشياء يعني. فالحمد لله طلعت نتيجاتنا الحمد لله شيء طيب، ان شاء الله بكره واليوم ان شاء الله اكيد باذن الله. ايش رايك تسمعنا شيء؟ الشيء اللي تمرون عليه. من اللي ذكرته الحين او القديم اللي جددته او ايش رايك؟ في أغنية ما غنيتها من قبل، طبعاً هذه أغنية اللي هو أبو حمد أبو قيس، بس تجددت، لحنها فيصل ومن كلمات إبراهيم الأنصاري، يقول فيها خلي الحكي للغير، تدري إن ما جمل ما عرف صف حروف بيتين بالكامل، خلي الحكي للغير، تدرين ما جمل ما عرف صف حروف بيتين بالكامل، كل الشعر قدار يا زين من حبيت، وإحساسي ما يقدر ينبض في كم من بيت، كل الشعر قدار يا خير من حبيت، وإحساسي ما يقدر ينبض في كم من بيت، ربيتي فيني الخير والطيبة والإحساس، من حبك انتي بس حبيتي كل الناس، ربيتي فيني الخير والطيبة والإحساس، من حبك انتي بس حبيت كل الناس. الله عليك. واو. الله عليك، الله يعطيك العافية. يعني العمل الوطني خطير، مسؤولية كبيرة ترى. بالضبط أستاذ. ليش؟ لأن أنت تقع على عاتقك مسؤولية ترجمة مشاعر الناس. صحيح. وأيضا تكريس قيم هذه المناسبة الوطنية من خلال عملك الغنائي، تخيل يعني. صح. يعني شلون تتعاملون انتم مع الاعمال الوطنيه؟ والله انا يعني اول ما اشوف انه في عمل وطني بشتغل، يعني في عمل رومانسي، في عمل انساني، في عمل وطني. صح. صحيح. يعني كيف تتعاطى؟ يختلف التعامل يعني؟ اكيد يختلف. الشيء الوطني يعني شيء جدا كبير. صحيح. يعني انت بتقدم رساله وطنيه،
هذه شنا مسؤولية صارت عليك. صحيح. شنا قاعد تقدم واجب شيء قاعد تسويه. نعم. حالك حال العسكر اللي بيقدم اللي بيجاوب اللي كلك نفس الشيء ترى يعني. صحيح. شيء كبير يعني خصوصا أنا بالنسبة لي أنا أحس إن العمل الوطني يعني أول ما أسمع اللي فيه عمل وطني أهد كل شيء يعني حتى أعمال اللي بشتغل فيهم. نعم. أهدهم وأخليهم على جنب وأشتغل. يعني من فترة بعد كلمني موزع الموسيقي محمد بوزايد ووجه له تحية كلمني قال لي محمود في عمل وطني من كلمات شعر سعودي على طول قلت له إن أيم إن يعني الأغنية الوطنية ما فوتها لازم أقدم الشيء حق ديرتي وديرتي كثر ما قدمت لها ترى بعد قليل في حاجة كثر ما نعطي فيها الديرة كثر ما نزرع فيها الديرة مقصرين. بعد مقصرين فيها وايد مقصرين محمود أنت قلت في البداية واجب بس الآن أنا أشعر من كلامك إنه هو حب مو بس واجب هو واجب وحب ايضا اكيد هذا شيء ما يتفوت يعني ديرتي نعم ديرتي ديرة الطيبين اكيد يعني فعلا يعني ربينا في خير وربينا في طيب وعلمتنا الطيب والخير. مشاهدين احنا ما زلنا متواصلين معاكم طبعا يمكن يعني شوارع مملكة البحرين اليوم عامرة يعني الأماكن في المجمعات التجارية في عدد كثير من يمكن المحافظات مثل ما تكلمنا وذكرنا الكل يعني في الخارج قاعد يحتفل إذا نقدر نشوف يعني في لقطات حية مجمعات مملكة البحرين مجمع تحديدا السيتي سنتر بدأت حركة الناس يعني ابتداء من هذه يمكن الوقت وحتى الليل كثير من الفعاليات كثير من الأنشطة احتفالا حبا وسعادة بهذه الأيام الوطنية المجيدة الله يعيدها إن شاء الله يا رب أعوام عديدة. نرجع لك فنان محمود يعني إيش رأيك قبل ما نختم نسمع شيء يعني من الأغاني خلت تكون ختامها مسك ختامها وطن أكيد كل شيء وطن كل شيء الوطن بحرين تستاهل عيدي يا بلادي عيدي يا بلادي عيدي يا بلادي مجدنا عالي عيدي وافرحي عيدي وافرحي عيدي وافرحي لعيون غاليها دام شيخك حمد يا دار لتبالي المراجل ترابنت مواريها دام شيخك حمد يا دار لتبالي المراجل ترابنت مواريها وحمد شيخنا بول وبالتالي وحمد شيخنا بول وبالتالي ربي يحفظ المملكة الله عليك الله عليك ترى مستمتعين المصورين وراء قاعدين يرقصون مستانسين الله يعطيك العافية فنان محمود قمر كل الشكر لك وكل عام وانت بخير وشاكرين لك وجودك معنا في استوديو هذه التغطية الخاصة شكرا لك إن شاء الله نيك من واقع العقد إن شاء الله أنا أضاف لك إن شاء الله الله يسلمك ما قصرت الله يعمرك مشاهدينا مكانة كبيرة تحظى بها مملكة البحرين من دول الخليج اللي تحتفي أيضا بهذا اليوم الغالي على قلوبنا زميلة هنية دوسري من الرياض أعدت لنا هذا التقرير تحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية أحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة في عام 1783 للميلاد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. وقد تزينت شوارع البحرين بالإنارات والزينات احتفالاً بالعيد الوطني المجيد وتشارك المملكة العربية السعودية شقيقتها مملكة البحرين بعيدها الوطني يأتي ذلك تأكيداً للانتماء والوحدة بين الشعبين الشقيقين إلى جانب توطيد علاقات الوحدة والتعاون المشترك بينهما عمت مظاهر الفرح بمملكة البحرين ابتهاجاً واحتفالاً بذكرى قيام الدولة إن المشاركات الشعبية المختلفة والكبيرة في الاحتفالات السنوية بالعيد الوطني تمثل تجسيداً لأسمى معاني الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة والاعتزاز بمسيرة الإنجازات التنموية والحضارية
أن تذكروا البلاد أتيتني أولا. وتسعى مملكة البحرين إلى دعم العديد من المبادرات التي تندمج فيها الجهود الحكومية في رفد التنمية، وذلك ضمن مشاريع تتسم بطابع تنموي استثماري، لتكون المحصرة النهائية من هذه المشروعات مساهمة واضحة في دعم التنمية وجذب الاستثمارات ورفض الصورة العامة عن المملكة نقطة واضحة على خارطة الاقتصاد العالمية. مملكة البحرين. عملت حكومة مملكة البحرين على تطوير المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين الدولي، والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً. وتؤمن مملكة البحرين حكومة وشعبا بوحدة المصير والهدف المشترك لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثوابت سياسة مملكة البحرين دعم مجلس التعاون ومساندة القضايا العادلة للدولة التي تعتبرها منهجا أساسيا ومصيريا. احتلت المرأة البحرينية الصدارة في مملكة البحرين منذ عقود طويلة، إذ نجحت في الوصول إلى العديد من المناصب كوزيرة وقاضية وبرلمانية ودبلوماسية، هذا بالإضافة إلى تقلدها وتراؤسها عددا من الوظائف الإقليمية والدولية. من المملكة العربية السعودية، هنية الدوسري، الرياض. عودة لكم الجديد مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني المجيد. أنا أولاً أحب أشكر وحيي الزميلة العزيزة هنية الدوسري من الرياض. يعني هي فاجأتني للأمانة أن يعني حبت أن تعبر عن حبها لمملكة البحرين بهذا العمل، هذا التقرير اللي يمكن اختصرت يعني خطوات ومحطات مملكة البحرين في هذا التقرير، حباً وتعبيرا عن يعني سعادتها ومشاركة لأفراحنا في هذا اليوم الوطني المجيد. مو غريبة أبدا على أهل المملكة العربية السعودية. يعني أنا أشكر لك هنية ويعطيك ألف عافية، وشكرا جزيلا لك على مشاعرك الجميلة والنبيلة. هي مو بس مشاركة، هي قاعدة تحتفل بيومها الوطني. ذي المبادرات الصغيرة طبعا هي المؤشرات اللي تأكد على أن إحنا بالفعل كيان واحد. صحيح. وتفاعلنا مع مناسباتنا الوطنية هو يعني هو منطلق شعور وطني فطري واحد. صحيح. بأي مناسبة. صحيح. سواء في الرياض. صحيح. في أبوظبي الخير. نعم. في الكويت، في كل دول الخليج. نعم. دائما أي فرحة يمكن عصام أكد على كلامك يعني تجري في يعني خليجنا. نعم. دائما نشوف أبناء الخليج كلهم يعني يفزعون في الفرح والحب، والله دائما يجمعنا في على هذه الأفراح. مشاهدينا قبل ما نختم خلونا ننتقل للقطات حية نشوفها في يعني أرجاء مملكتنا وتحديدا في السيتي سنتر. الناس تبتدي الحين يعني تطلع ويعني تزور المجمعات التجارية وتروح مثلا تحضر الفعاليات الموجودة في أرجاء مملكتنا الحبيبة. خلونا نطلع نشوف هذه اللقطات الحية. تفنن يا القصيد وزخرف الدنيا شعر والحان، ولا خير بقصيد ما يهز الروح بالحانه. سلام الله على دار الحضاره دار ابو سلمان، سلام الله على شعب البلاد وكل سكانه. تفنن يا القصيد وزخرف الدنيا شعر والحانة.
مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم، ولكن وصلنا إلى الختام. يمكن حتى في الاستوديو مظاهر يعني الاحتفال والفرح قاموا والصدق شبابنا كلهم موجودين. احنا جايينكم ان شاء الله وقاعدين يتقهون من قهوة دوز. شو سوي؟ راح والله كلهم موجودين كلهم موجودين، يعطيكم الف عافية. يستاهلون يستاهلون. عموما مشاهدينا احنا وصلنا معاكم لختام فترتنا اليوم واللي خصصناها طبعا علشان نشارككم فرحة أعيادنا الوطنية. متواصلين معاكم إن شاء الله طبعا من خلال زملائنا في الفترات القادمة. كل عام والبحرين وقيادتها وشعبها بخير وسلام وأمن وأمان في ظل قائدنا أبو سلمان. تشرفت شخصيا بهذه طبعا الإطلالة وهذه المشاركة من خلال مناسبة وطنية نعتز ونفتخر بها جميعا. شكرا لكل المساهمين والرعاة وكذلك العاملين على كل فترات التغطية طبعا الخاصة وأيضا العيد الوطني. ما قصرتوا، كفيتوا وفيتوا، والشكر العميق والكبير لزميلتي وأختي العزيزة هيا. فعلا أنا سعيد ومتشرف ودائما بكون سعيد وأتشرف بالمشاركة معك. شكرا عصام، شكر لك طبعا. ويعني أنا أيضا يعني سعدت بتقديمي لهذه الفترة معك. أشكر لك طبعا على وجودك، إضافة جميلة أكيد للتغطية. شكرا لك مشاهدينا. يعني ما حسينا بالوقت، يعني استمتعنا معاكم، حاولنا أن ننقل لكم أجواء احتفال مملكتنا الحبيبة. نتمنى أيضا أنكم يعني استمتعتوا معنا في هذه التغطية. كل أيامنا عياد، يعني البحرين يمكن إحنا ما نختصر حبنا وامتناننا ووفائنا لهذا البلد العظيم. أنا لما أقول بلد عظيم هو فعلا بلد عظيم، يعني كل احنا نقول كل البلدان غالية، ولكن يعني بلادي أغلى. بلاد البحرين محروسة من العين، دائما نتمنى دائما ننطل عليكم في أفراح واحتفالات يعني تليق ببلدنا العظيم والعزيز. كل عام وبحرينتي من برها لبحرها بقراها بمدنها في أمن وأمان وازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة على رأس سيدي أبو سلمان. كل الشكر لكل الرعاة وطاقم العمل وكل من له دور في إنجاح هذه التغطية. قبل ما نختم أحب أوجه شكر خاص لمصممة الأزياء نجوى بناني على هذا اللبس الجميل من محلات لالا العروسة، وشكر خاص أيضا لكافيه دوز اللي كان معنا طيلة يومين قدم وقهوة ضيوفنا ما قصروا. وشكر خاص أيضا لعالية فلاورز على الورد اللي زينا في الاستوديو، ونوجه تحية وشكر أيضا لمصمم الديكور محمد الخان، وأيضا لا شوكولا على الكيك الجميل، وأيضا شكر خاص لمجوهرات جوايو على الأطقم اللي قدموها في هذا اليومين. نلقاكم إن شاء الله على خير، وكل عام وبلدي في أمن وأمان، ولبيك يا وطن.